مساء الخير شباب، مساء الخير. كيف الصوت؟ هلا صوت واضح؟ الكل يسأل المايك لو سمحتوا عشان تسمعوني بشكل جيد. الصوت مسموع يا شباب؟ الصوت كيف؟ طيب يلا بنرحب فيكم في جلستنا الثالثة شباب لهذا اليوم من جلسات مقرر مبادئ الإحصاء. طيب في هذه الجلسة أبنائي راح نكمل الشيء اللي أخذناه في الجلسة الماضية. إذا تتذكروا في الجلسة الماضية بلشنا بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة باستخدام الجداول والمخططات البيانية، وصلنا عند مقاييس النظر المركزي ومقاييس التشتت، تمام؟ هلا أي دراسة بتكون تساووها شباب تتضمن مثل ما حكينا عدد من المتغيرات، ما هيك يا سعد، محمود، محمد، علاء، وسيم، محسن، بدر، تمام، عبد الله، حسن، رضا. إذا أي دراسة أبنائي بتكون تساووها تتضمن عدد من المتغيرات، راح أعرض أمامكم دراسة بعنوان يلا. هاي الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير. إذا هاي الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير بعنوان دراسة أثر أبعاد الجزء المدرسة، تمام، لخدمات مؤسسات التمويل الصغير على ربا العملاء. واضح يا شباب؟ هاي الدراسة تتضمن متغيرين رئيسيين. شو هن المتغيرين يا حسن رضا؟ المتغير المستقل هون هو أبعاد الجودة المدركة، هو اللي بيأثر، تمام؟ والمتغير التابع هون يا عبد الله كرم هو ربا العملاء، تمام؟ طيب مؤسسات التمويل الصغير شو هون؟ هون هي الجهة اللي تنطبق عليها الدراسة. إذا المؤسسات ما لنا متغير، إذا المؤسسات هي الجهة التي سنطبق عليها الدراسة. إذا بدي أكون شباب تميزوا بين المتغيرات، تمام؟ إذا بدي أكون تميزوا بين المتغيرات والجهة اللي تنطبق عليها الدراسة. إذا المتغيرات هي الأبعاد والرضا، تمام، أبعاد الجودة ورضا العملاء، بينما الجهة اللي بنطبق عليها الدراسة هي مؤسسات التمويل الصغير. المهم في هاي الدراسة سيتم التركيز على هذه المتغيرات، تمام، في الجانب النظري وفي الجانب العملي. بالجانب النظري الحقيقة هناك تحليل وصفي بيقوم فيه الباحث الحقيقة، تمام، بهدف التعرف على هذه المتغيرات. شو نوع التحليل اللي بنساويه بالجانب النظري يا عبد الله كرم مازن معتز؟ التحليل اللي بيساووه بالجانب النظري اسمه تحليل نوعي، تمام. التحليل النوعي الحقيقة هو تحليل غير كمي. التحليل النوعي هو تحليل غير كمي، يستخدمه مع المتغيرات النصية أو الحرفية. المتغيرات غير الكمية هي عبارة عن متغيرات نصية أو حرفية، تمام. فهي المتغيرات النصية أو الحرفية اللي هي وين موجودة يا فهد؟ في الجانب النظري من الدراسة أو المشروع، طبعا بتعبر عن أبعاد الجودة ورضا العملاء. هاي بدها تحليل. كيف بتحللوها؟ بتحاولوا قدر الإمكان توضحوا وتبسطوا، تمام، كل متغير من هذه المتغيرات بشكل خليني أقول نظري، وبعدين بتحاولوا تستخلصوا منه تعريف جديد. استخلاص تعريف جديد هو مثابة تحليل نوعي، تمام. لذلك أي دراسة أو أي مشروع بتكون تساووه مستقبلا راح يكون له جانبين، جانب نظري وجانب عملي. هلا بالجانب العملي شو بتمارسوا؟ التحليل الكمي، يعني هاي المتغيرات بالجانب العملي تتعلق بهذه المتغيرات ومن ثم تقومون بتحليلها. لذلك شوفوا يا سهد على احمد، اي دراسه بتكون تساووها لها جانبين، اطار نظري واطار شو؟ عملي، تمام. بالإطار النظري بتكون تركزوا على متغيرات الدراسة من الناحية النظرية، وب
وبالإطار العملي شو راح تركزوا؟ تمام؟ بالإطار العملي كنت تركزوا على هذه المتغيرات بس بشكل كمي، يعني كنت تجمعوا بيانات تتعلق بهذه المتغيرات وبعدين تقوموا بتحليل البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات، فهذا اسمه تحليل كمي. المهم هلا التحليل الكمي تمام له أدواته، من أهم أدواته طبعاً، عفواً التحليل الوصفي الكمي له أدواته، من أهم الأدوات تبعه إذا تتذكروا استخدمنا التكرارات والنشاط. يعني هلا إذا تتذكروا الأسبوع الماضي أو المحاضرة الماضية، هلا كيف الصوت عندكم شباب؟ كيف الصوت؟ اللي عنده الصوت واضح يكتب لي رقم واحد، اللي عنده الصوت واضح يكتب لي رقم واحد شباب لو سمحتوا. يلا خلينا نشوف مين عنده مشكلة صوت. اللي عنده الصوت واضح يكتب لي رقم واحد. إذا الكل عنده الصوت واضح، عدا مين؟ عدا حسن يمكن. هلا تكون المشكلة من عندك يا حسن، إذا عندك عدم وضوح بالصوت تكون المشكلة من عندك. تكون النبض ضعيف ويكون في تخطى بالصوت، إذا المشكلة من عندك. ماشي، هلا الكل إذا الصوت واضح عنده. طيب يلا كويس ممتاز. المهم التحليل الوصفي للمتغيرات الدراسية له أدواته، من بين أدواته إذا تتذكر التكرارات والنشاط. هلا إذا كان عندي متغير مثل المستوى التعليمي أو الحالة التعليمية، إذا تتذكروا إذا بدنا نحلل تحليلا وصفيا قمنا شو؟ باستخدام التكرارات والنشاط. فإذا أو لخصناه ضمن جدول تكراري، جدول تكراري إذا تتذكروا يتضمن ثلاث أعمدة، بالعمود الأول نزلنا الفئات، بالعمود الثاني نزلنا التكرار، التكرار هون شو بيقصد فيه الطالب؟ العدد. بس كلمة تكرار طبعا أوضح من كلمة عدد أو أعم وأشمل. تمام، التكرار غير العدد يا شباب. بالعمود الثالث تذكروا نزلنا النسبة المئوية. فشوفوا القسم العملي من هذه الدراسة الحقيقة يعتمد على الأدوات اللي تعلمناها نحن في الجلسة الماضية. تمام يا كرم مازن. إذا القسم العملي من رسالة الماجستير اللي عاملها زميلكم الحقيقة يعتمد على الأدوات البسيطة اللي تعلمناها نحن في المحاضرة الماضية. إذا تذكروا تعلمنا كيف بنلخص البيانات ضمن جدول تكراري، سواء كانت البيانات كمية أو غير كمية تعلمنا كيف بنلخصها. تمام، وبعدين هلا الحقيقة اليوم راح ناخذ أدوات جديدة الحقيقة بتساعدنا بالتحليل الكمي لمتغيرات الدراسة. من أهم هذه الأدوات المتوسطات والانقرابات المعيارية. هذا المتوسط الحسابي هو جزء من مقاييس النزعة المركزية، الانحراف المعياري هو جزء، إذا هو أحد مقاييس التشتت. اليوم راح يكون تركيزنا ان شاء الله في هذه الجلسة على مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. اذا بتلاحظوا كمان القسم العملي من هذه الدراسة يعتمد بشكل رئيسي على هذين المؤشرين، اكثر من الحقيقة من نص القسم العملي يعتمد على المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. شوفوا اذا غالبية القسم العملي لهذه الدراسة يعتمد على هذين المؤشرين، متوسط وانحراف معياري لكل متغير من هذه المتغيرات. قام الطالب بعيد، قام الطالب قسم العملي من هذه الدراسة الحساب المتوسط والانحراف لكل متغير. طبعا كل عبارة من عبارات الاستبيان اللي عمله هذا الطالب تعتبر بمثابة متغير. تمام، وهي العبارات طبعا مطبق عليها مقياس لايكرت الخماسي. تمام شباب، تمام هذه العبارات مطبق عليها مقياس لايكرت الخماسي. مقياس لايكرت الخماسي يا فهد درجات الموافقة تبع واحد أو اثنين، هلا الواحد ثاني غير موافق بشدة، اثنين ثاني غير موافق، الثلاثة ثاني شو محايد، الأربعة ثاني موافق، الخمسة ثاني موافق بشدة، هاي درجات الموافقة سميناهم. فإذا الشخص بيختار إحدى هذه الإجابات إما واحد أو اثنين أو ثلاثة. لذلك هذه المتغيرات تعتبر بمثابة متغيرات كمية، لأن هذه العبارات تعتبر بمثابة متغيرات كمية. ففينا نحسب لها متوسط وانحراف معياري. فإذا طلع المتوسط يا محمود أقل من ثلاثة، شوفوا متوسط هذه العبارة اللي هي تفتقر القروض للتنوع، طلع المتوسط حسابي أقل من ثلاثة. لاحظ قديش طلع المتوسط حسابي يا معتزون؟ 2.3، معناته هون الإجابات تميل نحو عدم الموافقة. تمام، شو معنى هذا الكلام؟ أي أن القروض
لا تفتقر للتنوع، يعني القروض متنوعة، أي معنى أن المتوسط أقل من 3، أن القروض اللي بيمنحها هذا البنك تمام أو هذه المؤسسة، مؤسسة تمويل صغير، ما لا تفتقر للتنوع، لا تفتقر. شلون عرفنا لا تفتقر يا أحمد؟ على لأنه طلع المتوسط حسابي إجابات أفراد العينة على هذه العبارة أقل من 3، أقل من 3 معناته الإجابة شو؟ تميل نحو عدم الموافقة، لأن واحد تعني غير موافق بشدة، واثنين تعني غير موافق، معناته هو الإجابات تميل نحو عدم الموافقة على هذه العبارات. كيف كنا نفسر هذه النتيجة؟ أي أن القروض الممنوعة من قبل مؤسسات التمويل الصغير لا تفتقر للتنوع، إذا بين قوسين شو بتكون متنوعة. واضح شلون استفدنا تمام من هذا المؤشر المتوسط الحسابي؟ نفس الشيء العبارة اللي تحتها يا فهد، يتم رفض القروض لأسباب غير منطقية. طلع المتوسط الحسابي إجابات أفراد العين على هذه العبارة 4.3، لاحظ معناته هون الإجابة تميل نحو الموافقة، معناته فعلا عم يتم رفض القروض من قبل هذه المؤسسة لأسباب غير منطقية. واضح؟ إذا هاي النتيجة اللي حصلنا عليها من خلال هذا المتوسط. تمام يا حسن عبد الله. إذا شفتوا أهمية هذه المؤشرات المتوسطات والانحرافات المعيارية؟ مهمة جدا. تمام، هي مؤشرات وصفية بسيطة، بس الحقيقة رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه تعتمد على هذه المؤشرات البسيطة يا شباب. لذلك نحن ما بدنا نركز بس على كيفية حساب هذه المؤشرات، لا، بدنا نركز على استخداماتها ضمن الدراسات والمشاريع، يعني ضمن رسائل الماجستير وضمن رسائل الدكتوراه بالمستقبل. واضح يا يعني. حسن ولا يهمك حسن، ما في مشكلة ولا يهمك. طيب واضح أبنائي. طبعا الانحراف المعياري، شو فائدة الانحراف المعياري يا يعني عبد الله محمد؟ على الانحراف المعياري دائما نقوم بحسابه إلى جانب المتوسط الحسابي. ليش؟ مين بيقول لي؟ الانحراف المعياري هو مؤشر هام جدا الحقيقة. هلا إذا كان الانحراف المعياري قليل تمام، قيمته صغيرة تمام، معناته المتوسط يعبر عن إجابات أفراد العينة. أما إذا كان الانحراف عالي معناته هذا المتوسط لا يعبر. راح أعطيكم مثال كثير بسيط يا محمود، سعد، أحمد، محمد، ربا، كرم. هلا لنفرض متوسط علاماتكم في مقرر ما أنتم 70. إذا طلع المتوسط حسابي لعلامات الطلاب في مقرر ما على سبيل المثال 70، ماذا يعني هذا المؤشر؟ إنه غالبية الطلاب علاماتهم حول هذا الرقم تمام؟ بالانحراف معياري قدره على سبيل المثال 5 علامات. ماذا يعني إنه المتوسط 70 بانحراف معياري قدره 5؟ معناته غالبية الطلاب علاماتهم 70 زائد ناقص 5، هاي معناته يعني على تمام، معناته غالبية الطلاب جايبين 70 زائد ناقص 5، معناته علامات الطلاب تقريبا بين 65 لل 75، غالبية الطلاب الحقيقة جايبين بين 65 لل 75. شلون عرفت؟ من خلال الانحراف المعياري تمام، اللي هو S تمام. واضح؟ معناته هذا المتوسط اللي هو 70 بيعبر عن علامات جميع الطلاب. ليش؟ لأنه الانحراف ما نوع عالي. شوفوا أبنائي، لو كان الانحراف بدال 5 على سبيل المثال 30، معناته هذا المتوسط لا يعبر عن علامات جميع الطلاب، معناته علامات جميع الطلاب 70 زائد ناقص 30، معناته في ناس راسبين وفي ناس جايبين علامات عالية كثير، معناته هذا المتوسط لا يعبر. شلون عرفت لا يعبر يا فهد؟ عن طريق الانحراف. وقت بيكون الانحراف عالي معناته المتوسط لا يعبر، تمام يا محمد؟ وقت بيكون الانحراف قليل او صغير مقارنة مع المتوسط، مثل هون الانحراف 5 معناته المتوسط يعبر، تمام؟ إذا عرفتوا شو فائدة الانحراف يا يعني. الانحراف مؤشر هام، لذلك دائما نقوم بحساب الانحراف المعياري إلى جانب المتوسط الحسابي. إذا عرفتوا أهميته
تمام؟ وليش دائما بالدراسات والمشاريع إذا نقوم بحساب الانحراف المعياري إلى جانب المتوسط الحساب؟ واضح أبنائي؟ إذا المتوسط لحاله ما بيكفي الحياة لتحليل المتغيرات تحليلا وصفيا، إذا دائما إلى جانب المتوسط لازم يكون في انحراف معياري. طيب أبنائي رح كمل معناته، بس حبيت أنا أحطكم بالجو، ليش نحن هلا بدنا نعذب حالنا وندرس مقاييس النزع المركزي ومقاييس التشتت؟ عرفتوا ليش؟ لأنه مقاييس النزع المركزي ومقاييس التشتت رسائل ماجستير ورسائل الدكتوراه الحقيقة تعتمد عليها. طيب شو أهم مقاييس النزع المركزي اللي بتعتمد عليها رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير والأبحاث المنشورة؟ من أهمهم طبعا متوسط حسابي. من مقاييس التشتت أهم من أهم هذه المقاييس الحقيقة والانحراف المعياري. يلا راح أذكركم هلا بشكل سريع بمقاييس النزع المركزي، بعدين راح ننتقل إلى مقاييس التشتت. هلا مقاييس النزع المركزي لماذا سميت بهذا الاسم يا وسيم؟ معتز، كرام الله، مازن، سعد، حماد. إذا مقاييس النزع المركزي سميت بهذا الاسم لأنه الحقيقة عن طريقها فينا نتعرف على المركز، مركز القيم. تمام؟ واضح يا معتز؟ إذا هذه المقاييس سميت بهذا الاسم مقاييس نزع مركزي لأنه عن طريقها فينا نتعرف على مركز القيم. هلا دائما المركز وين بيكون؟ بالوسط. يعني هلا مركز المدينة، مركز مدينة دمشق لنفرض ساحة الأمويين. هلا إذا وين بتكون الساحة غالبا؟ بوسط المدينة. لذلك المتوسطات على شو بتدلني؟ على مركز القيم. واضح؟ من أهم المتوسطات اللي بتدلني على المركز الحقيقة هو الوسط الحسابي. الوسط الحسابي كلياتكم تعرفوه طبعا. تمام؟ راح نشرحه، راح نذكركم فيه بشكل سريع طبعا. الوسط الحسابي دائما هو مجموع القيم على عدد هذه القيم. بس بدي اياكم تميزوا ابنائي بين الوسط الحسابي للعينه اللي بنرمز له بالرمز اكس بار، والوسط الحسابي الوسط الحسابي للعينه ماذا يساوي؟ على يساوي مجموع قيم العينه على ان صغيره. ان صغيره هو حجم العينه. تمام؟ طيب الوسط الحسابي للمجتمع ماذا يساوي؟ شو بنرمز للمتوسط المجتمع يا محمود؟ بنرمز له بالرمز ميو. ميو شو تساوي هون؟ مجموع قيم المجتمع يا كرم على حجم المجتمع مو على حجم العينة. واضح؟ إذا عرفت أنت مستخدم ميو أنت مستخدم إكس بار، بدي إياكم تميزوا. هلا بالمراجع في كثير طلاب بيفكروا إنه إكس بار هي نفس ميو، لا، الحقيقة في فرق بيناتهم. واضح؟ إذا إكس بار هو متوسط العينة. إذا إكس بار هو الوسط الحسابي أو المتوسط للعينة، بينما ميو لا، الحقيقة هو المتوسط الحسابي للمجتمع كله. فهو مجموع قيم المجتمع على حجم المجتمع، إن كبير هو حجم المجتمع، بينما إن صغير هون هي حجم العينة. واضح أبنائي؟ فإذا هي ملاحظة مهمة جدا، في كثير طلاب الحقيقة بيفكروا انه ميو هو نفسه اكس بار، لا، في فرق شاسع بينهما. اذا ميو هو متوسط المجتمع بينما اكس بار الحقيقه هو متوسط العينه. هلا بالدراسات والمشاريع يا فهد غالبا شو بنستخدم؟ اكس بار. ليش؟ ليش يا محمود؟ لانه الدراسات والمشاريع تتم من خلال عينه. تمام؟ بالدراسات والمشاريع الحقيقه غالبا شو بنستخدم؟ اكس بار، متوسط العينه. تمام؟ لانه الدراسات والمشاريع غالبا بتتم من خلال العينه. تمام؟ واضح؟ اذا ضروري جدا بس تميزوا بين هذين المؤشرين. يلا رح ناخذ مثال على السريع يا ربا كرم. المثال هو التالي: اوجد المتوسط الحسابي لعينه من 5 علم. تمام؟ هاي اوزانهم دول بالخمسه 96 غرام 97 غرام الى اخره. المطلوب اوجد المتوسط.
إذا هون متوسط حساب للعين، إذا شو بدنا نستخدم يا عبد الله هون؟ إكس بار. ما نستخدم ميو هون لأنه للعين، تمام؟ نستخدم إكس بار. إكس بار شو تساوي شباب؟ مجموع إكس أي مجموع قيم العين هون على إن صغيرة على حجم العينة. إذا مجموع قيم العينة قديش هون؟ 490 يمكن، ما هيك يا يعني. ما كان 490 على 5 فبيطلع المتوسط 98، تمام. إذا معناته تفسير هذه النتيجة شو يا علاء محمد؟ إذا أي أن وسطي أوزان العلب المنتجة من قبل هذه الشركة كم غرام؟ 98 غرام. إذا وسطي أوزان العلب المنتجة من قبل هذه الشركة كم غرام؟ 98 غرام. واضح أبنائي؟ يلا. طيب هلا إذا كانت البيانات مبوبة، شو المقصود بالبيانات المبوبة يا فهد على محمد عبد الله؟ البيانات المبوبة هي البيانات التي تكون على شكل فئات، وأمام كل فئة شو بيكون؟ في تكرار. واضح؟ إذا أما البيانات العادية شو بنسميها يا ربا؟ مازن بنسميها بيانات مفردة. البيانات غير المبوبة يعني كل رقم لحاله شو بنسميها هاي؟ وسيم بنسميها بيانات مفردة. هلا غالبا غالبا البيانات اللي بتجمعوها انتم تمام والمتعلقة بمتغيرات الدراسة شو بتكون يا محمود؟ بيانات مفردة. شو بتكون؟ بيانات مفردة. أحيانا نحن نضطر نحولها لشو يا شباب؟ لبيانات مبوبة. أحيانا مو دائما. شو المشكلة عندك يا محمد فريد؟ ممكن تكبر الخط؟ تكرم شواربك، هاي كبرنا الخط هيك منيح؟ تكرم هيك واضح؟ فريد واضح؟ فريد يلا هيك منيح؟ يلا تكرم تكرم يلا. إذا شوفوا يا شباب، إذا كانت البيانات مبوبة يعني البيانات بتكون على شكل فئات وأمام كل فئة يظهر تكرار، الحقيقة بدنا نستخدم صيغة أخرى لحساب متوسط هذه العينة. فمتوسط العينة إكس بار بالحالة ماذا يساوي؟ يساوي لمجموع جزء التكرارات بأوساط الفئات. إذا إكس أي هون لشو بترمز يا مازن؟ لوسط الفئة. وسط الفئة طبعا هو الحد الأدنى للفئة، ده الحد الأعلى تقسيم 2. فبدي اضطر أحسب أوساط الفئات وبعدين بدي أضرب وسط الفئة بالتكرار، بعدين بدي أقسم على مجموع تكرارات لحتى يطلع المتوسط العينة. طبعا هذا القانون للاطلاع مو مطلوب حفظه. إذا القوانين اللي قلت لكم عنها للاطلاع مو مطلوبة، ماشي يا مازن كرم؟ إذا هذا القانون مو مطلوب حفظه، بس شرحت لكم إياه، إذا احتجتوه يوم من الأيام فيكم تستخدموه. طيب راح آخذ تطبيق عليه، تمام؟ التطبيق مطلوب بس مو مطلوب حفظ القانون، يعني مطلوب إنه تعرفوا تستخدموه إذا احتجتوه. واضح؟ بس ما راح أجيب لكم بالامتحان ولا أكتب لي القانون المتعلق بمتوسط العين لبيانات المبوبة، ماشي؟ فإذا هذا القانون مو مطلوب حفظه، بس مطلوب إنه تحسنوا تطبقوه إذا احتجتوه. طيب رح نعطي مثال على السريع يا شباب. عندي عينة تمام من 235 علبة من إنتاج إحدى شركات الأدوية، هاي أوزان العلب. طبعا هون الأوزان على شكل فئات. إذا شو نوع البيانات هون يا وسيم؟ بيانات مبوبة. إذا شو نوع البيانات هون يا شباب؟ بيانات مبوبة، تمام. هي بيانات على شكل فئات وأمام كل فئة شو عم يظهر؟ التكرار. المطلوب طبعا شوفوا المطلوب، اوجد او احسب الوسط الحسابي لاوزان العلب. هلا كون البيانات مبوبة بدي استخدم القانون اللي شرحته قبل شوي اللي هو اكس بار يساوي مجموع اف اي، طبعا اف اي هو التكرار، تكرار الفئة اي مضروب باكس اي، اكس اي هون وسط الفئة اي على مجموع التكرارات، على مجموع التكرارات. مجموع التكرارات 235. المهم لحساب الوسط الحسابي لبيانات مبوبة بيلزمني ما يلي؟ بيلزمني أول شيء إنه أطلع وسط الفئات. الخطوة اللي بعدها
التكرار طبعا انا اعطيك اياه، هذا العمود هو عمود التكرار. الخطوه اللي بعدها بدي اعمل عمود جديد اللي هو غذاء التكرار ضرب اوساط الفئه. تمام، يلا خلينا نشوف. هلا وسط الفئه الاولى يا فهد هو 60 زائد 64 تقسيم 2، قديش بيطلع 62؟ وسط الفئه الثانيه 64 زائد 68 تقسيم 2 بيطلع 66، وهكذا. واضح؟ بتكملوا بعدين للاخير. هلا بعدين بدي اسوي عمود جديد اللي هو غذاء التكرار باوساط الفئات. يلا خلينا نجرب. هلا 62 ضرب 10 620، 66 ضرب 20 1320، وهكذا. تمام، بتكملوا هذا العمود، بعدين بتجمعوا هذا العمود، مجموعه بتعوضوه بالقانون، بتقسموا على مجموع التكرارات على 235، فبيطلع متوسط العينه. صعب شيء يا عبد الله ولا سهل؟ اذا هي المتوسط اذا كانت البيانات مبوظه. تمام، واضح ابنائي؟ مين عنده اي سؤال؟ اذا هي المتوسط الحسابي طبعا بيطلع، اذا متوسط حسابي، اذا نحن هذا العمود طبعا راح كبر القرطون شوي. تمام، اذا انا بدي مجموع اف اي باكس اي. تمام، مجموع اف اي باكس اي قديش بيطلع يا عبد الله؟ بيطلع 13310. هاي بتقسمها على مجموع تكرارات على 235، فشو بيطلع عندك؟ بيطلع عندك اكس بار متوسط العينه 17310 تقسيم 235، قديش بيطلع الجواب؟ يمكن نحن حسبناه بيطلع 73.6. اذا بيطلع الجواب 73.6. واضح ابنائي؟ هذا متوسط اوزان العلب المنتجه من قبل هذه الشركه. واضح؟ طيب اذا القانون مو مطلوب حفظه، القانون متعلق بالمتوسط الحسابي لبيانات مبوظة، بس سهل تطبيقه، ما هيك يا محمد فريد وسيم مازن؟ إذا التطبيق تبعه سهل، ما هيك؟ طيب يلا. طيب هاي خلصنا من المتوسط الحسابي. طبعا المتوسط الحسابي أنت شفته بالدراسة اللي عرضتها قبل شوي. تمام؟ الدراسة اللي عرضتها اللي هي عبارة عن رسالة ماجستير. القسم العملي من هذه الدراسة على شو اعتمد بشكل رئيسي يا كرم؟ مازن معتاد؟ اعتمد على المتوسط والانحراف المعياري. اذا المتوسط مؤشر هام جدا. تمام، اذا مؤشر هام جدا من اكثر المقاييس استخداما وفهما. تمام، من عيوبه، طيب في عيوب طبعا كل اداه، شوفوا شباب كل اداه بتكون تستخدموها دائما لها مزايا ولها شو عيوب، يعني ما في شيء، حتى الانسان له حسنات، يعني مهما كان الشخص خليني اقول ممتاز فاكيد كمان له عيوب. تمام، اذا لذلك نفس الشيء الادوات اللي كنت تستخدموها بالدراسات والمشاريع، تمام، لها مزايا ولها شو عيوب، يعني ما في اداه كامله، الكمال لله وحده. تمام، اذا الكمال لله وحده، ما في اداه كامله كنت تستخدموها بالدراسات والمشاريع، كل معظم الادوات لها مزايا ولها عيوب. المهم انتم هلا مسؤوليه الباحث طبعا، او الحقيقه اذا كان الباحث خلينا نقول يمتلك المهارات اللازمه وبيعرف مزايا وعيوب كل اداه، فبيستخدم الادوات المناسبه في المكان المناسب، بيستفيد من مزاياها وبيحاول يقلل من عيوبها. تمام؟ وين يهمك عبد الله، وين يهمك؟ تمام، فيك تحضر المحاضرة بعدين لحالك مسجلة. طبعا أنا بنهاية المحاضرة بحمل الجلسة أو المحاضرة. تمام، فيكم تشوفوها براحتكم بعدين، ماشي؟ واللي عنده أسئلة في يتواصل بعدين أو يوجه لي الأسئلة إما بالجلسة القادمة أو من خلال إيميل. ماشي شباب، ما في مشكلة ولا يهمك. بس بدي اوضح نقطة، انه المتوسط الحسابي ابنائي يتأثر بالقيم الشاذة والمتطرفة. هلا سؤال، ما هو الفرق بين القيم الشاذة والمتطرفة؟ تمام، ما هو الفرق ابنائي بين القيم الشاذة والقيم المتطرفة؟ طيب راح اوضح الفرق بين القيم الشاذة والمتطرفة من خلال هذا المثال.
هلا على ما اذكر انتم في مقرر ما يا شباب تمتد من الصفر وتنتهي وين يا ربع كرام؟ عند 100 صح؟ تمام؟ يلا راح اوضح الفرق محمود بين القيم الشاذة والمتضررة. هلا اذا علاماتكم في مقرر ما على سبيل المثال بتبلش من الصفر وبتنتهي عند 100 صح؟ هلا لنفرض وسطي علاماتكم في مقرر ما هو 70. اذا الوسطي قديش؟ هلا اذا اخذنا كل الطلاب الوسطي معناته ميو، قديش ميو يا مازن؟ لنفرض 70. اذا اخذنا كل الطلاب بالجامعه مثلا طلاب ماجستير علوم الحاسوب مثلا اخذناهم كلهم معناته صار ميو مو اكس بار وسط المجتمع 70. طيب على سبيل المثال اذا وسطي العلامات كان 70 تمام. ما معنى هذا المؤشر يا سهل؟ انه غالبيه الطلاب جايبين علامه حول ال 70، يعني في ناس جايبين 71، في ناس 72، في ناس 73، في ناس مثلا 75 جايبين، في ناس مثلا جايبين 68، في ناس جايبين 65، بس اذا بتلاحظوا انه الغالبيه علامتهم حول ال 70، لاحظتوا هالشيء؟ اذا معناته ال 70 شو بيمثل؟ علامات غالبيه الطلاب، هاي معنى المتوسط يا ربا. تمام بنتي؟ بس هذا لا يعني، شوفوا شباب، هذا لا يعني وجود ناس راسبين صح؟ هذا لا يعني وجود عدد قليل من الطلاب راسبين، لنفرض شوفوا شباب. لنفرض انه في طالب جايب 2% وطالب اخر جايب 5%. تمام، هاي اثنين شو بنسميها؟ هاي اثنين بنسميها علامة متطرفة او قيمة متطرفة. الخمسة شو بنسميها؟ قيمة شاذة. تمام، اذا الخمسة بنسميها قيمة شاذة واثنين بنسميها قيمة متطرفة. اذا القيمة الشاذة هي اقل بعدا عن مركز القيم مقارنة مع القيمة المتطرفة. القيمة المتطرفة شو بتكون؟ بعيدة جدا عن المركز. لذلك شو تعريف التطرف لغة يا وسيم؟ هو البعد عن الوسطية أو عن الاعتدال. واضح يا شباب؟ تمام يا فهد، علاء، محمد، ربا. إذا التطرف لغة هو البعد عن الوسطية أو عن الاعتدال، تمام؟ لذلك القيم المتطرفة هي القيم البعيدة عن مين؟ عن المتوسط. تمام يا آلاء؟ تمام؟ إذا لذلك هي اثنين، إذا هي قيمة متطرفة. ليش؟ لأنه بعيد جدا عن مركز القيم، مركز القيم هون هو المتوسط عن الوسط، تمام؟ طيب القيمة الشاذة شو بتكون يا آلاء فهد؟ بتكون أقل بعدا مقارنة مع القيمة المتطرفة. طبعا الشاذ والمتطرف اثنين سيئين، صح؟ الشاذ والمتطرف اثنين سيئين، يعني القيم الشاذة والمتطرفة أحيانا، تمام؟ أحيانا الدراسات والمشاريع شو بنساوي يا وسيم؟ بنستبعدهم من البيانات الحقيقة قبل التحليل، بنستبعدهم بعدين بنحلل البيانات المتبقية، ماشي؟ مشان ما يأثروا على النتائج. تمام؟ تطلع النتائج أحيانا غير منطقية. لذلك في بعض الباحثين شو بيساووا؟ يقومون باستبعاد القيم الشاذة أو المتطرفة من البيانات، ثم يقومون بتحليل تمام البيانات المتبقية بعد الاستبعاد. واضح أبنائي؟ تمام. طبعا بس بدي أوضح نقطة، أنه القيم الشاذة والمتطرفة بس مو بتكون من الأسفل، كمان بتكون من الأعلى. يعني مثلا إذا واحد جايب 95 وواحد جايب 99، هاي 99 شو بنسميها يا وسيم معتز؟ 99 بنسميها قيمة متطرفة، 95 شو بنسميها؟ قيمة شاذة. واضح يا آلاء، محمود، وسيم، ربا، كرم؟ إذا القيم المتطرفة والشاذة أبنائي تكون من الأسفل والأعلى، فغالبا الدراسات والمشاريع الحقيقة قبل التحليل بيستبعدوا هذه القيم، بعدين طبعا بيطبقوا أساليب التحليل على البيانات المتبقية. طيب مين عنده أي سؤال لهون؟ حياتي عندي متوسط حسابي يا آلاء، محمد، محمود، وسيم، في عندي متوسط اسمه المتوسط الإنشائي الحسابي المشذب أو المهذب.
تمام، فوتوا على النت شوفوه انتم. المتوسط الحسابي المشذب او المهذب الحقيقه احيانا بيسموه، هذا المتوسط شو الفرق بينه وبين المتوسط الحسابي العادي؟ المتوسط الحسابي المشذب يا مازن بيستبعد 5%، اعلى 5% من القيم وادنى 5% من القيم. اذا شو بيضل 90%، فبيطبق بعدين بيجمع القيم المتبقية اللي هن هذول 90% بيجمعهم وبيقسم على عددهم. تمام، اذا المتوسط الحسابي المشذب او المهذب احيانا بيسموه، اذا بيستبعد اعلى 5% وادنى 5%، شو بيضل عندك بيانات؟ بيضل 90%، ما هيك يا معتز؟ فبتحصل المتوسط الحسابي لل 90% المتبقية بعد استبعاد 5% من الأعلى و 5% من الأسفل. واضح؟ تمام يا شباب؟ إذا في متوسط حسابي اسمه المتوسط الحسابي المشذب أو المهذب. طيب الوسيط، يلا خليني أشرح لكم الوسيط. هلا الوسيط ما كثير بنستخدمه بالدراسات والمشاريع يا كرم، ليش؟ طبعا الوسيط هو القيمة التي تقع في المنتصف، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم. شو بيأخذ بعين الاعتبار يا مازن؟ بس القيمة، قيمة واحدة بس التي تقع في المنتصف. لذلك هو من المقاييس الحقيقة القليلة الاستخدام بالدراسات والمشاريع. إذا هلا شفتوا أنتوا رسالة الماجستير اللي عرضتها أمامكم، استخدمنا فيها شيء الوسيط يا محمود؟ ما استخدمنا الوسيط، ليش؟ كنت عارفوا شو السبب. السبب انه الوسيط لا ياخذ بعين الاعتبار جميع القيم. شو بياخذ بعين الاعتبار؟ بس قيمه واحده تقع في المنتصف، لذلك ما له مقياس دقيق الحقيقه، لا يعبر عن جميع القيم. واضح يا وسيم، محمود، محمد، ربا، آلاء؟ واضح بنتي ليش ما بنستخدم الوسيط في الدراسات والمشاريع؟ إذا هو هذا السبب. طيب فيكم تحسبون؟ عارفين نحسب بكل بساطة. إذا كانت القيم مفردة، طبعا بنرتب القيم ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. هون عدد القيم 9، فرتبتهم أنا ترتيبا تصاعديا أو تنازليا، بيكون في قيمة واحدة بالمنتصف. القيمة اللي بالمنتصف هون هي 6، فالوسيط طبعا بالإنجليزي هو الميديان، فالـ MED باختصار ماذا يساوي الوسيط؟ الميديان يساوي 6. تمام، اذا هي هو القيمة التي تقع بالمنتصف، لذلك ما له مقياس كثير دقيق ما بنستخدمه. لاحظوا اهمل بقية القيم، في 4 قيم من الاعلى و4 من الاسفل، كلهم اهملهم. احيانا بتكون العينة عندك يا محمد، بتكون العينة مكونة من 1000 شخص أو من 1000 شخص، فبيهمل لك مثلا 999 قيمة، بياخذ لك قيمة واحدة، هل هذا الأمر ما كثير ضابط؟ ما هيك؟ إذا الوسيط ما كثير بنستخدمه لهذا السبب في الدراسات والمشاريع. طبعا إذا كان عدد القيم زوجي شباب، بيكون في قيمتين بالمنتصف يا ربا، يعني لاحظوا هون عدد القيم زوجي. ففي قيمتين بالمنتصف، مين هن؟ 9 و11، طبعا بعد ما رتب القيم. فالوسيط بالحالة هاي يساوي 9 + 11 = 2، فبنحسب وسط هاتين القيمتين يكون هو الوسيط. إذا كان عدد القيم زوجي بيكون في قيمتين بالمنتصف، فبتجمعوهم وبتقسموا على 2، ف9 + 11 = 20 تقسيم 2 بيطلع الوسيط. قديش بيطلع الوسيط بالحالة هاي؟ 10. واضح أبنائي؟ من لديه سؤال؟ هاي بخصوص الوسيط، اللي عنده أي سؤال يتفضل يسأل. تمام؟ هلا إذا كانت البيانات، بدي أشرح لكم هلا، إذا كانت البيانات طبعاً مبوبة، هون البيانات طبعاً كانت مفردة بالمثالين اللي طرحتهم، إذا البيانات ما أنا مبوبة. هلا في حال كانت البيانات مبوبة الحقيقة طريقة الحساب تختلف. تمام، طريقة الحساب تختلف، فبنطبق هذا القانون اللي أمامكم. إذا هذا القانون اللي أمامكم خاص بالبيانات المبوبة. طبعا هذا القانون للاطلاع منيح، ما راح طالبكم بحفظه، بس راح أشرحه على السريع.
تمام يا آلاء، واضح بنتي ولا يهمك محمود. إذا هذا القانون مو مطلوب حفظه، بس راح أشرح لكم إياه وراح أعلمكم كيف تستفيدوا منه بالدراسات والمشاريع إذا احتجتوا طبعا. يلا لحساب الوسيط أبنائي لبيانات هو أول خطوة بتكون تحددوا الفئة الوسيطية. هلا راح أعلمكم بعد شوي كيف بتحددوا الفئة الوسيطية من خلال مثال، شو رأيكم؟ تمام يلا. فالـ A هون ترمز للحد الأدنى للفئة الوسيطية اللي حددناه، زائد مجموع تكرارات على 2، مجموع F يعني مجموع تكرارات على 2 ناقص مجموع F1، مجموع F1 تعني مجموع تكرارات الفئات ما قبل الفئة الوسيطية على FN تكرار الفئة الوسيطية ضرب R طول الفئة الوسيطية. طيب راح اشرح لكم هذا القانون من خلال راح نوضح هذا القانون من خلال مثال، المثال هو التالي. شوفوا المثال أبنائي على السريع. لدينا عينة مكونة من 40 قطعة من إنتاج إحدى الشركات، 40 قطعة بسكويت من إنتاج إحدى الشركات. طيب طبعا الأوزان هون يا سهل على شكل فئات، لاحظ إذا هون شو نوع البيانات يا شباب؟ بيانات مبوبة. هلا مطلوب حساب الوزن الوسيط أو حساب الوسيط. هلا لحساب الوسيط شو بيلزمني؟ لازم نحدد الفئة الوسيطية، اللي تحديد الفئة الوسيطية بيلزمني عمود اسمه عمود تكرار تجميع الصاعد. هلا تكرار تجميع الصاعد يعني بنجمع التكرارات بشكل تصاعدي، يعني 3 هو تكرار الفئة الأولى، بعدين 3 زائد 5 8 زائد 9 17 زائد 12 29 وهكذا. هذا شو اسمه؟ تكرار تجميع الصاعد. هذا العمود بيلزمني يا محمود لتحديد الفئة الوسيطية. هلا لتحديد الفئة الوسيطية شباب شو بيلزم؟ الخطوة الأولى لتحديد الفئة الوسيطية بنقسم مجموع تكرارات على 2. قديش مجموع تكرارات؟ 40 تقسيم 2. قديش بيطلع الجواب؟ 40 تقسيم 2 20. تمام، مجموع تكرارات على 2 قديش بيطلع يا آلاء محمود وسيم معتز؟ بيطلع 20. الخطوة اللي بعدها، إذا هلا بدي أحدد الفئة الوسيطية، بنقسم مجموع تكرارات على 2 بيطلع 20، ثم نقوم ثم نبحث طبعا عن الرقم 20 ضمن عمود تكرار التجميع الصاعد. إذا ما وجدنا شو؟ ناخذ الرقم اللي أعلى منه مباشرة. الرقم اللي أعلى مباشرة من ال 20 شو هو يا آلاء؟ هو 29. واضح يا ربا كرم؟ إذا نبحث ضمن عمود تكرار تجميع الصاعد عن الرقم 20، إذا ما لقينا الرقم 20 اللي هو مجموع تكرارات على 2 تأخذ اللي أعلى منه مباشرة اللي هو 29، فتكون الفئة التي تقابل ال 29 هي الفئة الوسيطية، إذا هي هي الفئة الوسيطية. واضح؟ لاحظوا بس في ملاحظة مهمة يا كرم مازن، الفئة الوسيطية تقريبا بتكون بالنص، يعني تتوسط الفئات. ليه سموها فئة وسيطية يا فهد؟ لأنها تتوسط بقية الفئات الحياة بالنص الطولي بين الفئات. واضح؟ لاحظوا فعلا هي بالنص إجت، بس حددناها بتحديدها مثل ما شرحت لكم، بتحددوها بهذا الشكل. إذا هي الفئة الوسيطية، هلا بس بنطبق القانون على هذه الفئة الوسيطية. القانون تبع الوسيط خليني أطبقه على السريع يلا مشان ما أطول عليكم. القانون اللي هو الميديان ماذا يساوي؟ يساوي للـ LG الحد الأدنى للفئة الوسيطية زائد مجموع التكرارات على 2، مجموع التكرارات هو 40 على 2 يعني 20 ناقص مجموع تكرارات الفئات ما قبل الفئة الوسيطية، هلا بشرح لكم إياه، على تكرار الفئة الوسيطية FM ضرب R. R هون هو طول الفئة يا معتز. تمام يلا خلينا نعوض على السريع. الحد الأدنى للفئة الوسيطية قديش يا وسيم؟ 71. شفتوا هذا الحد الأدنى للفئة الوسيطية، زائد مجموع تكرارات على 2 40 على 2 20 ناقص مجموع تكرارات فئات ما قبل الوسيطية، يعني 3 زائد 5 زائد 9 قديش بيطلع مجموع هون؟ 17.
على تكرار الفئة الوسطية 12 ضرب R. R هون هو طول الفئة، طول الفئة 75 ناقص 71، حد الأعلى ناقص الحد الأدنى، بيطلع طول الفئة 4. تمام؟ هلا خلينا نطلع الجواب على السريع بدون آلة حاسبة. هلا أول خطوة شو بنتخلص فيها؟ وسين من الكسر 20 ناقص 17 3، 3 ضرب 4 12، 12 تقسيم 12 1، 1 زائد 71 72، هذا هو الوسيط. تمام، هذا هو الوسيط، أي أن الوزن الوسيط في هذه الشركة إذا هو 72 جرام. واضح أبنائي؟ أي كل ما يتعلق بالوسيط لبيانات بوب. تمام، إذا القانون مو مطلوب حفظه، بس مطلوب كيف نطبقه إذا احتجناه يوم من الأيام. تمام أبنائي، إذا بيطلع الوزن الوسيط في هذه الشركة 72 جرام. طيب يلا، هاي خلصنا من الوسيط، وحكينا إنه الوسيط ما كثير بنستخدمه في الدراسات والمشاريع. ليش؟ لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم. يلا خلينا ننتقل مباشرة للمنوال. يعني معتز، مازن، كرم، المنوال شباب، هلا يمكن في قسم منكم بهمه الامتحان، ما هيك يا كرم، مازن، معتز؟ طبعا اسئله الامتحان راح تكون مالتيبل تشويس، خيارات متعدده. تمام، واضح؟ طيب مثلا من مزايا الوسيط، مثلا لا يتاثر بالقيم الشاذه، لا يتاثر بالقيم المتطرفه، لا تسهل الحساب، أربعة شو الإجابة الصحيحة؟ كل ما سبق صحيح، شو بتختاروا؟ كل ما سبق صحيح تختاروا هاي. تمام، مثلا من عيوب الوسيط، من عيوبه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم، هذا أهم عيب فيه، إذا هاي الإجابة الصحيحة. تمام، هاي الإجابة الصحيحة، بيكون في ثلاث إجابات غلط مثلا. واضح شباب؟ إذا هذا الحكي اللي حكيناه أثناء المحاضرة أكيد بيجي منه بالامتحان، بس طبيعة الأسئلة شو بتكون يا شباب؟ مالتيبل تشويس، خيارات متعددة. طبعا الأسئلة هون تعتمد على الفهم، لا تعتمد على حفظ البصم، يعني ما راح أجيب لك بالامتحان اكتب لي قانون الوسيط وقانون ما بعرف شو المتوسط. طبعا هاي القوانين صارت خلص شباب فيك انت مباشرة، مو ضروري تحفظها بصم. يعني لما مرحلة الإجازة الجامعية كنا نجبر الطلاب انه يحفظوا هذه القوانين، لانه الطالب الحقيقة اذا ما جبرناه ما راح يشتغل مضبوط، او ما راح يعني يتعلم كما يجب، فنحن بنجبره مشان يحفظ القانون ويطبقه وكذا ويتعلم. اما انتم هلا لا، بمرحلة مختلفة الحقيقة، نحن هون بدنا نركز على التطبيق وليس على الحفظ البصم. ماشي، انه هاي الادوات كيف فينا نستفيد منها ضمن اي دراسه او ضمن اي مشروع، هذا الفرق بينكم وبين طلاب مرحله الاجازه. واضح ابنائي؟ طيب يلا. طيب المنوال، المنوال هو القيمه الاكثر تكرارا او شيوعا في البيانات، يعني القيمه اللي بتتكرر اكثر من غيرها شو بنسميها يا شباب؟ بنسميها منوال. يلا هون عندكم عينه مكونه من 11 مفرده، تمام؟ هاي المفردات او القيم. فما هو منوالها؟ المنوال بالانجليزي شو هو يا فهد؟ هو المود. تمام، ماذا يساوي بالحالة هاي المنوال؟ المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، مين القيمة اللي تكررت أكثر من غيرها يا وسيم؟ هي 8، صح؟ معناته المنوال لهذه البيانات هو 8. واضح أبنائي؟ تمام، طيب بدي أسألكم سؤال يا كرم، السؤال هو التالي، علل عدم استخدام المنوال في الدراسات والمشاريع. تمام، ليش ما بنستخدم المنوال يا محمود في الدراسات والمشاريع؟ لاحظ هاي رسالة ماجستير امامكم، شفتوا شي المنوال عم نستخدمه؟ هلا شوفوا اغلب رسائل ماجستير، اغلب رسائل الدكتوراه طبعا بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ما عم يستخدموا لا المنوال ولا الوصف. شو السبب؟ اذا لنفس السبب اللي حكينا بخصوص الوسيط. إذا المنوال كمان ما بنستخدمه بالدراسات والمشاريع، شو السبب؟
السبب يا كرم لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم، واضح كرم؟ هذا السبب. إذا علل عدم استخدام العنوان في الدراسات والمشاريع. الجواب يا فهد لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم. شو بياخذ بعين الاعتبار يا آلاء؟ بس القيمة اللي تتكرر، قيمة واحدة بس بياخذ، اللي بتتكرر أكثر من غيرها فتح. تمام، لذلك ما له دقيق. إذا هذا المؤشر إذا كمقياس طبعا وصفي، إذا لا يعبر عن جميع القيم. تمام، لذلك ما كثير بيستخدموه بالدراسات والمشاريع. لاحظ هلا، لنفرض يا كرم إنه عندك 1000 قيمة مثلا، وقيمة واحدة اللي هي تكررت 3 مرات، لنفرض بس 8 تكررت 3 مرات أكثر من غيرها. طيب ظل عندك كم قيمة؟ بالحالة هاي في عندك 997 قيمة من أصل 1000 مثلا. لنفرض العينة مكونة من 1000 شخص، وهي مثلا أعمارهم للأشخاص، أو القطع المنتجة مثلا عندك الشركة تنتج باليوم مثلا 1000 قطعة. تمام، فأنت بدك حسبت المنوال، فطلع معك الوزن مثلا على سبيل المثال أكثر تكرارا أو شيوعا في هذه الشركة هو 8، فعندك 997 قيمة تم إهمالهم أو ما استفدنا منهم في الدراسة والمشروع. إذا لذلك المنوال ما كثير يستخدموه في الدراسات والمشاريع. تمام، طيب إذا كانت البيانات مبوبة وسين شو بنساوي؟ طبعا فينا نحسب المنوال لهذه البيانات باستخدام هذه الصيغة. تمام، هاي الصيغة كمان للاطلاع يا ربا كرم، ماشي، مو مطلوب حفظها، مطلوب بس معرفة كيفية تطبيقها. المنوال لبيانات مبوبة كمان، أول خطوة لحساب المنوال لبيانات مبوبة شو بتكون تحدده يا مازن؟ الفئة المنوالية. طبعا بعد ما تحدد الفئة المنوالية، طبعا الفئة المنوالية هي الفئة التي يقابلها أكبر تكرار. بعد ما تحددها بتطبق هذا القانون عليها. فالال جي هون ترمز للحد الأدنى للفئة المنوالية زائد دلتا واحد اللي هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية والفئة التي قبلها، دلتا اثنين فرق بين تكرار الفئة المنوالية والفئة التي بعدها ضرب ار طول الفئة بيطلع المنوال. خلينا ناخذ مثال على السريع. يلا المثال هو التالية وسيم محمد على فهد. عندك هون فئات الأوزان، طبعا هو البيانات هو المطلوب إيجاد المنوال. طيب يلا أول خطوة شو بدك تساوي يا وسيم محمد محمود فهد؟ تحدد الفئة المنوالية. شو تعريف الفئة المنوالية يا ربا؟ هي الفئة التي يقابلها أكبر تكرار. أكبر تكرار 11، الفئة اللي بتقابل 11 هي هاي. الفئة اللي بتقابل 11 هي هاي من 66 ل 70. تمام شباب، هاي هي الفئة المنوالية، واضح؟ تمام يا شباب، هاي الفئة المنوالية. هلا بس نطبق عليها القانون يا شباب. يلا راح نطبق القانون على السريع. المنوال بالإنجليزي هو المود. ماذا يساوي؟ يساوي الحد الأدنى للفئة المنوالية الجي زائد دلتا واحد يا معتز هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية والفئة التي قبله على دلتا واحد زائد دلتا اثنين ضرب ار. ار هون يا محمد شو هو طول الفئة؟ طيب يلا خلينا نشوف الحد الأدنى للفئة المنوالية قديش يا كرم؟ هو 66، شفتوا هذا الرقم؟ اي 66 زائد دلتا واحد هي 11 ناقص 6، 11 ناقص 6 5، هي 5. دلتا 2 11 ناقص 8، إذا على 5 زائد 11 ناقص 8 3. تمام، ضرب ار. ار هون يا علاء هو طول الفئة. تمام، طول الفئة يعني 70 ناقص 66، 70 ناقص 66 يعني 4. يلا
هلا اول خطوه طبعا مطلوب استخدام الاله الحاسبه بالامتحان يا فهد. طبعا الاله الحاسبه تبع الجهاز تبع الكمبيوتر، ها الاله الحاسبه العاديه مو مسموحه. طيب بس في ان شاء الله انا بالامتحان الارقام غالبا راح تكون ارقام بسيطه، ليست بحاجه غالبا لاله الحاسبه، بس اللي بده يستخدم الاله الحاسبه ما في مانع. يلا هلا لحساب المنوال، اول شيء بدنا نتخلص هون من الكسر يا وسيم. 5 ضرب 4 قديش؟ 20. 20 تقسيم 8، 5 زائد 3 8، ف20 تقسيم 8 2.5. 2.5 زائد 66 قديش بيطلع؟ 68.5 الجواب. واضح يا محمود؟ إذا بيطلع المنوال 68.5. راح أعيد كيف طلعني الجواب شباب؟ تمام؟ أول خطوة تتخلصوا من الكسر، ف5 ضرب 4 20، 20 تقسيم 8، 5 زائد 3 8، ال 20 تقسيم 8 2.5، 2.5 زائد 66 68.5، إذا هو المنوال. طيب تفسير النتيجة يا معتز، بتقولوا الوزن الأكثر تكرارا أو شيوعا في هذه الشركة إذا هو 68 ونص غرام. إذا وزن القطع الأكثر تكرارا أو شيوعا في هذه الشركة هو 68 ونص غرام. في حدا عنده سؤال عن هذا المؤشر أو هذا المقياس؟ واضح؟ مين عنده أي سؤال؟ يلا ما بدي أتأخر عليكم كثير، يلا تضل شغلتين بسيطات راح نشرحهم على السريع. يلا إذا خلصنا من المنوال، هلا الوسط الهندسي شباب. الوسط الهندسي بالانجليزي هو جيومتريك مين، نرمز له بالرمز جي، نرمز له بالرمز جي. طبعا الوسط الهندسي ابنائي نستخدمه تمام مع القيم التي تكون على شكل نسب او معدلات. اذا ما بنستخدمه مع القيم العاديه يا مازن، اذا بنستخدمه مع القيم التي تكون على شكل نسب او معدلات. راح نعطي مثال مثلا نسبة الربح خلال 3 سنوات لإحدى الشركات كانت على الشكل التالي يا كرم. مثلا بالسنة الأولى كانت نسبة الربح 20% على سبيل المثال. بالسنة الثانية يا شباب كانت نسبة الربح 40%. بالسنة الثالثة نسبة الأرباح كانت على سبيل المثال 60%. ماشي؟ المطلوب حساب وسطي هذه النسب. إذا وسطي نسبة الربح في هذه الشركة أو وسطي معدلات أو معدل وسطي معدلات الأرباح في هذه الشركة خلال هذه الفترة 3 سنوات. إذا هون يفضل، شوفوا أبنائي، يفضل هون أن نستخدم الوسط الهندسي بدلا من الوسط الحسابي العادي. هلا الوسط الحسابي العادي انت بتستخدموه يا شباب وقت تكون القيم قيم عاديه مو على شكل نسب او معدلات. اذا عندما تكون القيم على شكل نسب او معدلات يفضل استخدام الوسط الهندسي لانه ادق، لانه شو ادق. فالوسط الهندسي في هذه الحاله كيف فينا نحسبه؟ هو حاصل ضرب هذه القيم، يعني 20% ضرب 40% ضرب 60% مقسوما على شو؟ مقسوما على عدد هذه القيم، او مجذورا عفوا مو مقسوما، مجذورا يا كرم. اذا حاصل ضربها مجذورا الى عددها. قديش عددهم هون يا مازن؟ 3. اذا عدد هذه القيم 3. اذا هذا هو الوسط الهندسي، شغلته كثير بسيطه. اذا الوسط الهندسي لمجموعه من القيم هو حاصل ضربها مجذورا الى عددها. طبعا هلا راح نطلع جواب باستخدام الآلة الحاسبة. حاولوا شباب تعودوا حالكم على استخدام الآلة الحاسبة تبع الكمبيوتر، يلا تبع الجهاز. إذا هلا راح نطلع الجواب باستخدام الآلة الحاسبة تبع الجهاز. إذا حاصل ضربون هاي 20% ضرب 40% ضرب 60%، قديش بيطلع حاصل ضربون يا آلة؟ بيطلع 48 بالألف. تمام؟ إذا حاصل ضربهم قديش بيطلع يا مازن وسيم؟ 48 بالألف. مجذورا إلى عددهم، هلا بنروح على الجذور. هاي الجذر من المركز الثالث شفتوه؟
48 ألف جذر المركب الثالثة قديش بيطلع يا لا بيطلع 36%. إذا الجواب راح يكتسب رقمين بعد الفاصلة. إذا الجواب هو 36%، واضح؟ تمام أبنائي. إذا الجواب هو قديش يا كرم؟ إذا هذا هو الوسط الهندسي، صعب؟ هذا هو الوسط الهندسي. تمام، شرطه كثير بسيطة، الطلاب يخافوا منه بيروحوا على الوسط الحسابي العادي دائما. الحقيقة الوسط الحسابي العادي مهم جدا، تمام، بس يفضل انه وقت بتكون القيم تمام على شكل نسب او معادلات المفروض او يفضل ان نستخدم الوسط الهندسي بدلا من الوسط الحسابي العادي. مين عنده اي سؤال لهون؟ طيب اللي كل شيء واضح عنده يكتب لي رقم واحد، إذا في شيء ما واضح اكتبوا لي رقم ثلاثة. طيب هيك بنكون خالصين من مقاييس النزعة المركزية، تمام؟ طالما كل شيء واضح عندكم هيك بنكون خالصين من مقاييس النزعة المركزية. هلا شرحتهم كلهم بالتفصيل ومثلا استخدم كل مقياس. هلا في طريقة ثانية يا محمود لحساب الوسط الهندسي بدلالة اللوغاريتمات، هاي الطريقة الثانية أصعب من الطريقة الأولى، الطريقة الأولى اللي شرحتها أنا سهلة جدا. ما هيك؟ الطريقة الثانية صعبة، بدك تحسب لوغاريتم كل قيمة من القيم، بعدين بدك تجمعهم، بعدين بدك تقسم على إن لحتى يطلع معك لوغاريتم الجي، طبعا جي هو الوسط الهندسي، أنا ما بدي لوغاريتم الجي، بدي الجي. بعدين بدك تحاول تطلع جي، إذا الطريقة الثانية كثير صعبة بلاها. ماشي، إذا فقط مطلوب شو يا معتاد؟ الطريقة الأولى لأنها أسهل. واضح أبنائي؟ فدائما أنتم تمام حاولوا دائما تستخدموا الطرق الأبسط لحل المشاكل اللي بتواجهكم أثناء الدراسات والمشاريع. ماشي أبنائي، لا تستخدموا الطريقة الأعقد. اللي بيستخدم الطريقة المعقدة الحقيقة فبيكون الحقيقة هو يلبك حاله ويلبك الغير، يعني الغير ما راح يفهم عليك بسهوله بهالحالتين. اما هلا انا وقت شرحت لكم الوسط الهندسي باستخدام هاي الطريقه البسيطه اكيد يعني ما تلبكته وصرتوا فعلا يعني اكيد صار عندكم رغبه تستخدموه. ليش؟ لانه لاحظتوا انه حسابه ما هو صعب استخدام هذه الطريقه. بينما لو استخدمنا يا مازن الطريقه الثانيه اللي هي حساب الوسط الهندسي باستخدام او بدلاله اللوغاريتمات، الحقيقه راح يكون الامر شوي اعقد، وبالتالي الباحثين بيهربوا من هيك مؤشرات كثير. تمام، اذا دائما حاولوا تستخدموا الطريقه الابسط. ماشي، في حدا عنده اي سؤال عن الوسط الهندسي؟ اذا اهم استعمالاته شباب دائما نستخدمه مع القيم التي تكون على شكل معدلات، مثل معدلات التزايد السكاني. إذا بدنا نحسب وسطي معدلات النمو، إذا يفضل في مثل هذه الحالات استخدام الوسط الهندسي. إذا بدنا نحسب معدلات النمو أو وسطي معدلات النمو أو وسطي أسعار الفائدة أو معدلات الفائدة، تمام؟ فغالبا يفضل يستخدموا الوسط الهندسي بدلا من الوسط الحسابي العادي. ماشي أبنائي. آخر فقرة اليوم راح نحكي فيها اللي هي مقاييس التشتت. أنا مقاييس التشتت وظيفة هذه المقاييس تقيس تشتت القيم. تشتت القيم شو المقصود فيها يا وسيم؟ تباعد هذه القيم عن مين؟ عن المركز. هلا المركز غالبا مين بيمثل في هذا الوسط الحسابي؟ ماشي شباب. إذا هذه المقاييس تقيس تشتت أو تباعد القيم عن المركز. طبعا من اهم مقاييس تشتت المدى كلياتكم تعرفوا نرمز له بالرمز R كبيره، اللي هي الار كبيره جاي من رينج، طبعا هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه. شغلته بسيطه، المدى رح ناخذ مثال عليه على السريع. عندي عينه مكونه من 6 طلاب وهي علاماتهم. المطلوب حساب المدى يا آلاء محمد. المدى في هذه الحالة شو يساوي شباب؟ 90، أكبر قيمة 90 وأصغر قيمة 30. 90 ناقص 30 فبيطلع المدى قديش يا محمود؟ 60. واضح أبنائي؟ لأن هذا مؤشر شغلته بسيطة،
تمام، ما في داعي نشرحه اكثر من هيك. هلا مزايا يا محمود انه بسيط وسهل الحساب، بس بيستخدموا شيء بالدراسات والمشاريع؟ لا، قليل استخدامه. شو السبب؟ ربما كان ليش ما نستخدم المدى بالدراسات والمشاريع؟ استخدمنا الانحراف المعياري، ما استخدم المدى. شو السبب؟ كمقياس من مقاييس التشتت. يلا بسرعة. إذا علل استخدام أو علل عدم استخدام المدى أو قلة استخدام المدى في الدراسات والمشاريع، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم. نفس الجواب. إذا نفس الجواب تبع الوسيط وتبع المنوال. إذا لا يأخذ بعين الاعتبار جميع القيم. شو بيأخذ بعين الاعتبار؟ بس قيمتين، أكبر قيمة وأصغر قيمة. طيب أنت عندك 1000 قيمة أو 2000 قيمة، تمام؟ طيب بيعمل الحقيقة كل القيم وبياخذ لي بس أكبر قيمتين. فهذا المقياس الحقيقة لذلك ما بيستخدموه بالدراسات والمشاريع، لأنه ما له دقيق يعني، تمام؟ الدقة تبعه ما عالية. واضح؟ تمام أبنائي؟ يعني بيتأثر بالقيم الشاذة. هلا أنا شرحت لكم بالمحاضرة، بداية المحاضرة، شو المقصود بالقيم الشاذة، صح؟ يتأثر مو بس بالقيم الشاذة يا محمود، والمتطرفة. إذا القيم الشاذة تختلف قليلا عن مين؟ عن القيم المتطرفة. ما هيك يا كرم مازن؟ تمام شباب. إذا يتأثر بالقيم الشاذة والمتطرفة، راح أضيف هاي الكلمة كمان. تمام، إذا يتأثر بالقيم الشاذة والمتطرفة. تمام أبنائي؟ يلا كويس. يلا آخر مقياس اليوم راح نشرحه، اللي هو الانحراف المعياري. هلا الانحراف المعياري الحقيقة شرحته أو حكيت عنه بداية المحاضرة. إذا هو مقياس مهم جدا. شايفين يا محمود، وسيم، محمد، روبر، كرم، لاحظوا انه نصف القسم العملي، لاحظوا متوسط وانحراف. اذا معظم القسم العملي معتمد انحرافات عم بيكون الى جانب مين؟ متوسط الحساب. لاحظتوا يا محمود مازن؟ روبر، كرم، معتز، فهد، محمد، آلاء، لاحظتوا أبنائي؟ إذا انحراف المعياري مؤشر هام جدا الحقيقة. راح أوضح لكم إياه هذا المؤشر. شوفوا مثل ما ميزنا يا وسيم بين الانحراف المعياري العيني والانحراف المعياري، عفوا ببداية المحاضرة ميزت بين متوسط العين ومتوسط المجتمع، ما هيك؟ نفس الشيء ربع هون كنت ميزة بين الانحراف المعياري العيني والانحراف المعياري المجتمع. الانحراف المعياري العيني المروج بالرمز S. S شو تساوي؟ S تساوي للجذر التربيعي لمربعات انحرافات القيم، طبعا قيم العينة، لمربعات انحرافات قيم العينة عن متوسط الحسابي، عن متوسط العينة طبعا، مقسوما على حجم العينة. هلا يا كرم، اذا حجم العين صغير يفضل نقسم على انه اقصى واحد بدلا من اثنين لانه ادق. واضح؟ بينما شوفوا يا شباب، بينما الانحراف المعياري للمجتمع، خليني اشرح لكم اياه. الانحراف المعياري للمجتمع يا شباب شو بنرمزه بالرمز سيجما. اذا سيجما شو تساوي بالحاله هي يا معتز فهد؟ تساوي للجذر التربيعي كمان لمجموع مربعات، هاي مجموع مربعات انحرافات قيم المجتمع، مو قيم العينة هون يا وسيم. قيم المجتمع راح نقولها بالرمز اكس اي، ناقص متوسط المجتمع، مو متوسط العينة هون يا محمد. اذا يقيس انحرافات القيم عن متوسط المجتمع، الانحراف المعياري للمجتمع، بينما الانحراف المعياري للعينة يقيس الانحرافات عن متوسط العينة. هاي الفرق بيناتهم، مقسوما على مين يا فهد؟ على حجم المجتمع وليس على حجم العينة. واضح؟ هاي الفرق بين سيجما وبين اس. تمام؟ فأغلب الباحثين بيفكروا انه الاس هي نفس السيجما. لا، مو نفسها.
واضح؟ في فرق شاسع يا شباب بين الاس وبين السيجما، مو نفس الاس للسيجما، في فرق شاسع بينهما. اذا الاس خاصة بالعينة، تمام، بينما السيجما خاصة بالمجتمع كله. فالسيجما اذا اللي هو الانحراف المعياري للمجتمع يقيس انحرافات القيم عن متوسط المجتمع يا مازن، وليس عن متوسط العينة. واضح ابنائي؟ اي فرق بيناتهم؟ تمام. هلا بدراسات المشاريع يا كرم، طبعا دراسات المشاريع ابنائي تتم من خلال العينة، لذلك بنستخدم الاس ما بنستخدم السيجما. تمام ابنائي، بدراسات المشاريع يا شباب انتم بتستخدموا الاس ما بتستخدموا السيجما، مظبوط؟ ليش؟ لانه دراسات المشاريع تتم من خلال العينة. لذلك أبنائي شاهدين هاي الدراسة اللي عرضتها أمامكم، هذا الانحراف المعياري لمين؟ للعينة، إذا هو الإس مو السيجما، واضح أبنائي؟ فهذا الانحراف المعياري للعينة، إن اختاروا عينة ما بعرف قديش حجمها، شي 100 شخص، وطبقوا بعدين هذه أو حسبوا هذه المؤشرات، إذا معناته هاي إس وليس سيجما. ليش؟ لأنه هاي البيانات تتعلق بالعينة وليس بالمجتمع المدروس. لذلك شايفين هاي أهمية المحاضرات يا محمود سعد معتز، إنه بالمحاضرات نحن عم نحاول نضوي على النقاط المهمة الحالية اللي بتلزمني عند تنفيذ أي دراسة أو مشروع، وبحاول أنا يعني قدر الإمكان عم بحاول أوضح للطلاب الأخطاء الشائعة أو يعني الحقيقة مشان ما يقعوا فيها. لأن هناك أخطاء شائعة كثيرة الحقيقة لدى الباحثين. تمام؟ عم حاول ضوي على هذه الأخطاء مشان يتنوروا، طبعا تتنوروا أنتم وما تتكرر هذه الأخطاء مستقبلا لديكم. تمام؟ لأنه في غموض عند بعض الباحثين أو عدم وضوح فيما يتعلق بهذه المؤشرات. أما أنه والله نركز أنه هذا القانون تحفظوا لي إياه بطن وما بعرف شو وكذا، فهذا الأمر الحقيقة يعني ما كثير ضروري، لأنه هاي المعلومات موجودة بالكتب. طبعا أنا عامل كتاب لكم، الكتاب ما بعرف إذا حملته، فأغلب هذه المعلومات موجودة الحقيقة، بس هذه الملاحظات يمكن ضروري إنه نحن نبرزها من خلال هذه المحاضرة للاستفادة منها عند تنفيذ أي دراسة أو مشروع. أنا حملت لكم الكتاب يا كرم، على طبعا كتابه على شكل ملفات PDF، تمام، على موديل، تمام، فيكم تحملوه من موديل، ماشي، مجلد فارغ، غريبة ليش فارغ؟ مازن عم بيقول لي الكتاب موجود، لا ما هو فارغ، هاي مازن عم بيقول لي الكتاب موجود، حملوه زملائك، مازن لقيتوا لي الكتاب، أنا بتذكر نزلته على موديل الكتاب، ما هيك ملفات PDF. عم يقول لي ماذا الكتاب موجود، ماشي، طيب يلا كويس، على كل ارجعوا تأكدوا إذا فعلا الملف فارغ يا مازن كرم، تأكد لي من هذا الأمر، الله يرضى عليك وخبرني، برجع أنا تمام، برجع بنزله، برجع بحمله مرة ثانية. ماشي، إذا ملف فارغ أو مجلد عفوا فارغ، برجع بنزل الملفات الكتاب، تمام، ولا يهمك ولا يهمك، بس تأكدوا لي أنتم لو تكرمتوا، تأكدوا لي وأنا إن شاء الله برجع بحمله مرة ثانية، ولا يهمكم، ما في أي مشكلة. طيب يلا، إذا هاي بخصوص الانحراف المعياري، هلا شرحته. راح ناخذ مثال بعدين راح نتوقف على السريع. المثال هو التالي: تم اختيار عينة من 5 قطع، وكانت أوزان القطع على الشكل التالي 60 غرام 70 غرام إلى آخره. المطلوب أوزن المتوسط الحسابي للانحراف المعياري والتباين. طيب هلا المتوسط الحسابي طبعا هو القيم المفردة يا ترى، فالمتوسط الحسابي ماذا يساوي؟ طبعا هون المتوسط الحسابي للعينة هو اكس بار، يساوي مجموع قيم العينة 355 على حجم العينة على 5. قديش بيطلع المتوسط هون؟ 71.
تمام، ما بدوش. اذا متوسط كتابي لهذه العينه قديش بيطلع شباب؟ 71. هلا الانحراف المعياري شرحته قبل شوي، الانحراف المعياري لهذه العينه ماذا يساوي يا وسيم؟ يساوي للجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم، يعني مجموع اكس اي ناقص اكس بار للتربيع طبعا على ان ناقص واحد. ليش ان ناقص واحد؟ لانه اداه فوات، يكون حجم العين صغير يفضل مقسم على ان ناقص واحد. يلا هلا لذلك اول خطوه لحساب الانحراف المعياري شو بدنا نساوي يا رباب؟ بدنا نطلع انحرافات القيم على المتوسط اكس اي ناقص اكس بار. ف60 ناقص 71 ناقص 11، 70 ناقص 71 ناقص 1، 55 ناقص 71 ناقص 16. بعدين بنربع هذه الانحرافات اكس اي ناقص اكس بار للتربيع، 11 للتربيع 121 ناقص 1 للتربيع 1 وهكذا. مجموع اكس اي ناقص اكس بار للتربيع قديش بيطلع يا فهد؟ بيطلع 820. فإذا الانحراف المعياري ماذا يساوي؟ يساوي الجذر التربيعي ل 820 مقسوما على ان ناقص 1، ان ناقص 1 5 ناقص 1 يعني على 4. فبيطلع الانحراف المعياري 14.3 حسبناها قبل هالمرة. قديش بيطلع يا فهد؟ 14.3. واضح؟ تمام؟ إذا هذا هو الانحراف المعياري، صعب؟ التباين يا معتز هو مربع الانحراف المعياري، هاي ملاحظة. التباين ما بنستخدمه في دراسات المشاريع، لأنه التباين شو وظيفته يا آلاء؟ التباين بنتي وظيفته يقيس مربعات انحرافات القيم عن المتوسط، أنا ما بدي مربعات انحرافات القيم، بدي الانحرافات، مين اللي بيقيس الانحرافات؟ هو الانحراف المعياري. لذلك شوفوا بنتي، الانحراف المعياري هو اللي بنستخدمه في دراسات المشاريع يا ربا. ما بنستخدم التباين، وضحت شو الفرق بيناتهم؟ التباين يقيس مربعات الانحرافات، انا ما بدي مربعات انحرافات يا كرم مازن، بدي الانحراف او الانحرافات، مين اللي بيقيس الانحرافات؟ هو الاس. لذلك نحن بنستخدم الاس في دراسات والمشاريع، ما بنستخدم التباين. اذا التباين هو مربع الانحراف معين. طيب راح حل هذا المثال الاخير باستخدام اكسل، بعدين راح توقف. تمام، شو دلالته؟ دلالته معتاد اي ان وسطي انحرافات القيم، اي ان انحرافات القيم على المتوسط حسابي لهذه القيم وسطيا بمقدار 14.3. اذا تنحرف القيم، القيم هون الاوزان مثلا، اذا تنحرف اوزان القطع المنتجه عن متوسطها بمقدار 14.3 3 غرام. تمام؟ هاي معنى هذا المخشي. يلا راح نحل نفس المثال باستخدام اكسل بعدين، خالصين اليوم، طولنا عليكم سامحونا. ماشي يلا اخر شغله راح نسويها بعدين خالصين. اذا هذا المثال ابنائي راح نحله على السريع باستخدام اكسل. هلا خطوات الحل باستخدام اكسل. يلا خطوات الحل باستخدام اكسل، فتحنا هلا ورقه عمل اكسل. تمام، بعد ما فتحنا ورقة عمل اكسل هلا بس نعمل نسخ ولصق للبيانات يا ربا كرم مازن. اذا هاي نسخ ولصق للبيانات، هاي البيانات، هاي نسخ وهاي لصق. تمام شباب، اذا هاي متغير هو اكس. طيب يلا هاي هلا بس نصغر الخط شوي. تمام، هي صغرنا الخط. إذا هلا شوفوا أبنائي، إذا هي الخطوة الأولى، إذا نسخ ولصق للبيانات، بعدين تروحوا على القائمة داتا. هلا إذا رحتوا على القائمة داتا شو بتظهر عندكم؟ داتا أناليسيز، هي بدها تفعيل يا مازن. داتا أناليسيز يعني هي أداة تحليل بيانات، فعلوها على حواسيبكم لو تكرمتوا. هلا تفعيلها على حواسيبكم بيتم على الشكل التالي. إذا بتفتحوا ملف إكسل، إذا بتفعلوا الداتا أناليسيز بيتم تفعيله على الشكل التالي. إذا بتروحوا على قائمة فايل من إكسل، بتروحوا على قائمة فايل، من فايل بتضغطوا بعدين على أوبشن خيارات. تمام، بعدين
تمام، بعدين تضغطوا على هذا الخيار اللي هو Add Instruments، وظائف إضافية. تمام، بعدين الخطوة اللي بعدها يا مازن تضغطوا على Go On. Go On انتقال، Go On انتقال. هاي الوظائف الإضافية شفتوهم يا كرم، وسيم، محمد، آلاء، محمود، فهد، معتز، ربا. إذا هاي الوظائف الإضافية، في 5 وظائف إضافية. أنا بهمني الوظيفة الأولى، أنتم هيك راح تظهر الوظائف ما أنا مفعلة. فعلوا لي أول وحدة، ماشي يا محمود، ربا، كرم، مازن. إذا أول وظيفة بدها تفعيل، فعلوها بهذا الشكل، بعدين اضغطوا على أوكي. تمام بنتي؟ آلاء، معتز. إذا فعلنا الوظيفة الإضافية اللي هي الداتا أناليسيس، فعلها. هلا بضغط على داتا، بعدين تظهر الداتا أناليسيس. بعدين بنروح على هذا الخيار اللي هو Descriptive Statistics. تمام، فعلت عندك معتز، مشي الحال، كويس. يلا إذا بعدين من داتا أناليسيس شو بتختاروا يا محمود محمد؟ بتختاروا Descriptive Statistics، تضغط على أوكي. هلا المتغير المراد تحديد بياناته هو الاكس، وهي القيم تبعه، بس بتحددوهم بمنطقة الانبوت رينج. بتفعلوا الليبل، الليبل هو اسم المتغير، بتفعلوا هذا الخيار اللي هو سمري ستاتستكس، سمري ملخص، ملخص احصائي. هاي اوكي، هاي النتائج يا شباب شفتوهم، راح كبر الخط. هاي النتائج واضح يا مازن، وسيم، معتاد، فهد. هاي النتائج، هاي اكس بار شفتوها نفس اللي طلعت معنا هلا، اكس بار متوسط العين 71، وهاي الوسيط 70. المنوال نص افيلبل، ما في منوال لهذه البيانات لانه ما في قيمه كرارات. وهاي الستاندرد ديفيشن، انحراف المعياري على 14.3. وهي التباين يا اعلى، التباين بالانجليزي هو سامبل فيريون، اسم مربع يعني 2.5. تمام، هلا الكورتيسيس ما اعطيتكم اياه اللي هو معامل التفضل، والسيكونس ما اعطيتكم اياه، ان شاء الله بحكي عنه بالجلسه الماضيه. هلا الرينج شرحناه اللي هو المدى، وهي اصغر قيمه واكبر قيمه. ماشي، في حدا عنده سؤال؟ انا راح اكتفي بهذا القدر اليوم، وبعتذر عن الاطاله، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. اذا حدا عنده اي سؤال يتفضل يسال. الستاندرد ايرور كرام هو الخطأ المعياري للمتوسط. ماشي، الستاندرد ايرور اللي هو بالانجليزي سيجما اكس بار يا كرام، ما كثير بنستخدمه بالدراسات والمشاريع كرام. الستاندرد ايرور اوف ذا مين، يعني الخطأ المعياري للمتوسط، بالانجليزي هو ستاندرد ايرور للمتوسط، نرمز له بالرمز سيجما اكس بار، ما كثير بنستخدمه بالدراسات. هو حاصل قسمة الانحراف المعياري على جذر ال n يا كرم. ماشي، فالانحراف المعياري قديش كرم؟ 14.3 على جذر الخمسة، ال n هون 5، قديش بيطلع الجواب؟ 6.4. تمام، 14.3 تقسيم جذر الخمسة بيطلع 6.4، هو الخطأ المعياري للمتوسط. تمام، ما كثير بنستخدمه بالدراسات، هي له استخدامات خاصة. تمام، نستخدمه لتقدير حجم العينة. تمام، غالبا نستخدمه بتقدير حجم العينة. ماشي كرام، لذلك ما شرحته لأنه ما بنستخدمه بالدراسات والمشاريع، نادرا ما بنستخدمه. واضح؟ تمام، مين عنده أي سؤال؟ في أي سؤال؟ طيب إذا ما في أي سؤال شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شو يا كرم؟ وضح سؤالك كرم، يلا نعسنا نحن، بدنا نروح ننام يا كرم، يلا تفضل، أجل لك شوي. شكرا سؤالك. كرام ما فهمت سؤالك، ستاندرد ايرور اوف ذا مين، مو للمجتمع يا كرام، لا غلط، مو للمجتمع.
ستاندرد ايرور او ذا مين، الخطأ المعياري للمتوسط كرم وليس للمجتمع يا كرم. ماشي، اذا الخطأ المعياري للمتوسط، لذلك رمزنا له بالرمز سيجما اكس بار، وهو حاصل قسمة الانحراف المعياري على جذر مو للمجتمع كرم. ماشي، اذا هو الخطأ المعياري للمتوسط، للمتوسط حسابي، فهو يعبر عن مقدار الخطأ الموجود في المتوسط. ماشي كرم، في اي سؤال اخر؟ في سؤال آخر؟ طيب شكرا، إذا ما في أي سؤال شكرا لكم، يعطيكم العافية، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، شكرا والسلام عليكم.